يعني خالص التعازي باسم أسرة قناة نادي الأهلي للنجم الكبير، نجم مصر ونجم نادي الأهلي، الكابتن مصطفى عبده في وفاة زوجته. ربنا يتغمدها برحمته إن شاء الله وتكون آخر الأحزان يا كابتن مصطفى. يعني زي ما احنا شفنا يا جماعة، يعني كل مصر شفنا السيد المهندس محمود طاهر رئيس نادي الأهلي، شفنا الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، شفنا السيد رئيس نادي الزمالك السيد مرتضى منصور، شفنا الكابتن الكبير حسن شحاتة، يعني كتير قوي شفنا فنانين وفنانات، ويعني كل طوائف المجتمع اتجمعوا امبارح في عزاء المغفور لها زوجة الكابتن مصطفى عبده. يا رب يعني بنتجمع في اكيد حاجة لازم نتجمع فيها طبعا، بنقف جنب كابتن كبير او اسم كبير زي الكابتن مصطفى عبده، يا ما عمل لمصر يا ما فرح مصر. يا رب نتجمع دايما في الاحزان وفي الافراح وفي الخير، يا رب دايما متجمعين، يعني مش لازم حاجه كده تجمعنا مناسبه، يكون يعني يا رب نتجمع دايما في كل حاجه كويسه. وخالص التعازي تاني للكابتن الكبير مصطفى عبده.